أسبوع الآلام للبي سي آي بترافقكم. الجمعة رتبة سجدة الصليب من جامعة الروح القدس الكاثوليك مع الأب العام هادي محفوظ 10:30 الصبح، ودرب الصليب من الكوليزي الفاتيكان مع قداسة البابا فرانسيس 11:30 المساء. السبت قداس نص ليل من كنيسة مار يوحنا مرقص جبيل مع راعي أبرشيت جبيل المارونية سيدة المطران ميشيل عون، وحدي بعد نص ليل. الأحد قداس الفصح ورتبة القيامة من كنيسة الصرح البطريركي مع البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي 10 الصبح. المسيح قام. وبيتبعوا قداس الفصح مع قداسة البابا فرانسيس من كاتدرائية القديس بطرس الفاتيكان 11:30 الصبح، والمبارك البابوي من ساحة القديس بطرس 1:30 بعد الظهر. التنين قداس تنين البعوث من كاتدرائية النبي إيليا وسط بيروت للروم الملكيين الكاثوليك مع راعي الأبرشية سيدة المطران جورج بقعوني 10:30 الصبح مباشرة على الـ LBCI.